كل عام وأنتم بألف خير. أنا أسيم الشريف، عمري 11 سنة، من ولاية المهدية، أدرس بالمدرسة الابتدائية برياض بولين معتمدية الجمع. مشاركة ضمن مبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي في نسختها الرابعة، وموضوعها الاستدامة والمحافظة على البيئة، في مسابقة صنعة بلاد المجدية هدية لبلادي، وأرجو أن تنال إعجابك. وبأننا في مدينة الجمع، سيكون الفسيفساء من أحد المواد التي سأستعملها. إليكم بعض المواد التي لا فائدة منها، مثل هذه الأشرطة، القوارير البلاستيكية، الخشب، ولكن سأحولها إلى شيء أتمنى أن ينال إعجابكم. والآن سأشرع بالعمل. وهذه هي هدية الثانية لميلادي.